انا عايزاكم تشوفوا الصينيه طالعه اللي دخلناها الفرن باول حلقه تحفه ازاي. لسه سخنه حالا مطلعاها من الفرن، واللي عارف رموش الست تبقى متشربه شربات دايبه كده على طول وهي طالعه من الفرن. هنغرقها شربات وبعدين هنصفيه الزياده بحيث بس كلها تتغطى وتشرب الشربات، بعدين الشربات ده بنرجع بنصفيه وبنستخدمه. هي في المرحله دي لسه مقرمشه، هتتشرب وتبقى خطيره، فحطها هنا جنبنا. وعايزه اقول لكم انه كان فاضل بشاميل واحنا لا للهدر في رمضان، وكان فاضل مكرونه. بصوا عملت ايه، خلطت البشاميل اللي بالسبانخ مع المكرونه، قلبتهم تقليبه على النار، حطيت حشوه المشروم اللي عملناها مع بعض قبل الفاصل، ورشه جبنه، وطبق خلاص كده لوحده. يعني مش لازم يكون زي اللي احنا عاملينها بالفرن حالا، واصلا تقريبا بقت جاهزه. بصوا ايه رايكم، نسيبها شويه، نسيبها ثواني. طيب بس لو اتحرقت بقول لكم ايه، اهو انا بخلي ذمتي تماما. طيب احنا هنا ده هنقدم فيه مع شويه فستق. اوكي، اذا احنا عملنا الحشوه وقلنا الفراخ جاهزه، وعندنا هنا جلوفز عشان نبتدي نحشي مع بعض الفراخ. انا مجهزه لكم كم قطعه هنا. انا حاسه بقول لكم بيجي عليا تحسوا وقت البرنامج كده هيخلص ويلا فاضل زي كانه قبل الاذان. بقول لهم انا يعني في البرنامج ما شاء الله بيبقى عندي سفرتين لازم ابقى بجري فيهم عشان يخلصوا، مره عشان ارضي عيلتي ومره عشان ارضي الكنترول. لا بس انا بستمتع، بس هو موضوع الوقت بس. يعني بتحيه لكل حد بيشتغل في رمضان في المطبخ وعارف انه في لحظه كده كل حاجه تبقى جاهزه مع بعض. هيا بنا، هنا هناخد الفراخ اهو، هنرش لها رشه فلفل، وناخد شويه من الجبنه، اي نوع جبنه احنا بنحبه، شويه من الحشوه، وبعدين بكل بساطه هنلفها كده ونقفلها بالخله، ولما نيجي نقدم بنشيل الخلل. بس ده بيمسكها، بيساعدنا انه ما تطلعش الحشوه واحنا بنحمرها. طيب الخطوه الثانيه، عندنا دقيق هنا بنحطهم بالدقيق، وده اللي بيتقل الصوص شويه، نحطهم كلهم في الدقيق. الطاسه نفسها مسحناها بمنديل، بس هنحط شويه زبده تطلع الصوص حلوه قوي، وشويه زيت برضو. ونحمرهم. هيا بنا، اين الشوكه، نغطسهم كده بالدقيق وعلى الطاسه. الفراخ رفيعه مجرد انها تتحمر وبعدين تستوي بالصوص. الصوص هنزود ميه نعمل دي جليزنج، وبعدين نحط شويه كريمه، شويه اعشاب، ممكن نحط كمان مرقه، مكعب مرقه بتطلع حلوه اهو. هنكمل سواها هنا، وانا حاسه انه المكرونه اللي في الفرن لازم تطلع، صح لازم تطلع عشان ما حدش هيتحمل مسؤوليه انه ما يبقاش في اكل. حاضر، لما تتحرق. اوكي اعترفت استاذه هويد. لا خلاص هي طالعه بيرفكت، مور ذان بيرفكت. هو اللون ده، بس انت قلتي عايزاها تتحرق. بصوا هاتوا نحطها هنا عشان سخنه بس. بسم الله، شايفين لونها مختلف ازاي، وعملنا الطبق ده كمان منها. طيب هنا نيجي على الفراخ، عايزين نقفل بس الفرن. والله حاسه زي كانه هيدن، عارفين وعندي عزومه و... كتر خير والله كل حد بيبقى مسؤول عن سفره على الفطار. نديهم تحميره بس، عليها على اعلى حراره. طيب عندي ايه حاجات تانيه، عندي الكريمه، وعندي توم بودره، وعندي مكعبات مرقه. الدقيق هتتقل من غليان الكريمه، كريمه الطهي، والدقيق اللي موجود حوالين الفراخ ده اللي هيتقلها شويه. هحط هنا الاعشاب، ومفروض يبقى معاكم وقت اكتر من كده، تحمروها اكتر من كده، بس انا عايزه الحق الوقت. ساعة
سنه ميه مغليه، نعمل دي جليزنج، مكعب مرقه، كريمه، رشه ثوم بودره، رشه ملح، والباقي كله هو هنسوي بس الفراخ جوه الصوص ده. حط تاني هنا شويه ورشه فلفل اسود اهو. سهله لو احنا عاملين كمان الفراخ من بدري، ولا اسهل من كده؟ بس ونسيب الفراخ، هي رفيعه جدا يعني، احنا زي ما قلت لكم مبططينها، نسيب الفراخ انها تغلي كام غلوه مع الصوص. الصوص هيتقل، طعمه هيبقى مركز، وفي نكهه المشروم والجبنه اللي ضفناهم هتنزل طبعا جوه الصوص. تعالوا في الدقيقتين دول نعمل المشروب عشان نرجع نعمل رموش الست. بصوا، كنت عامل كل واحد لوحده. ده التمر اللي بيجي من عند العطار، اسمه مشروب التمر. التمر بيبقى باودر مطحون، بيتخلط مع السكر، جاهز منه فيه وريحته تجنن. هنحط كذا معلقه كده فيه، تركيزه زي ما انتوا تحبوا. وهنحط ده، بيتحط له ميه، هدوبه بسنه ميه مغليه بس عشان يدوب الاول. شايفين على طول بتدوبه. وهنحط صوبيا، احنا طبعا ده لوحده وده لوحده معروف، بس الاثنين مع بعض، والصوبيا هي جوز الهند. هنحط كم معلقه صوبيا، هنخلط ما بين الحليب والميه، مش كله حليب. ادي الحليب، ونجيب الميه، وهنقدمه طبعا مع تلج. هعمل ايه انا بقى خلال الفاصل؟ هروق المطبخ وافرش السفره واحط الاكل عليها واستنى الفراخ تستوي. تعالوا بس نخلط المشروب. مش محطوط في الكهرباء ولا محطوط وانا مش، طيب هنكتشف حالا محطوط ولا لا. ايوه كده اتحط في الكهرباء. وبس عملنا المشروب، الاكل على النار، المكرونه خلصت. هرص دول في طبق حلو ونرجع تبقى سفرتنا التانية من مي سفره رمضان قربت تبقى جاهزه، ونعمل مع بعض بالعجان رموش الست. استنونا. سفرتنا التانية على وشك انها تبقى جاهزة، فاضل بس الفراخ. بصوا تاخد اهي غلوة، وانا شلت اغلب التوث بيكس خلال السنان، هي بس اول ما تشد بتاخد شكلها كده وبتحافظ عليه بس، وهي طرية هتفك طبعا لو قليناها. هسيبها هنا تغلي واحنا بنعمل وصفة رموش الست الشهية اللي معانا على السفرة. احفظوها، سهلة جدا. وصفاتنا بتبقى موجودة على صفحتنا على الفيسبوك ماي شو تي في، وعلى اليوتيوب. 250 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الأوضة، يعني طرية مش سايحة ولا ناشفة، بصوا طرية. أوكي، هنحط 250 جرام من الزبدة عليهم، يرجع لكم 3 أرباع كوباية سكر بودرة أو كوباية، أنا حطيت 3 أرباع. مندوب دول على بعض، إذن 250 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، 3 أرباع لكوباية سكر بودرة. بنطريهم كده مع بعض، وهم بيتقلبوا كده بنقوم ضايفين 3 أرباع كوباية زيت، زيت نباتي. وهنحط بيضتين، إذن الزبدة مع سكر البودرة تتخلط، حطينا الزيت ونحط البيض، بيضتين، خلوني اغسل ايدي. منزلين صفحه الفيسبوك يا كنترول على الشاشه، صفحتنا على الفيسبوك عشان يعرفوا يجيبوا المقادير. بصوا
نعلي السرعة شوية. تعال، لما تبقى بالشكل ده هنقوم حاطين كوباية من السميد، سميد البسبوسة اهو، وهنحط معلقة كبيرة بيكنج باودر اللي بنحطه على الكيك، ومعلقة كبيرة من جوز الهند اللي ما بنحسش بطعمه بس بيدي ترميلة خطيرة. دلوقتي هنخلط معلقة كبيرة من البيكنج باودر وكوباية من جوز الهند. هرجع اقول لكم المقادير تاني، معلش يا جماعة، الواحد ايه بالصيام، وانا من النوع اللي ما بقراش من ورق بحفظ الوصفات. هنبتدي دلوقتي نضيف 4 كوبايات دقيق بالتدريج. تاني، يلا تعملوا لي اختبار يا كنترول. عندنا 250 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، عليهم 3/4 كوباية سكر بودرة، خدوا عليهم 2 و3/4 كوباية زيت نباتي، ضفنا معلقة كبيرة بيكنج باودر وكوباية سميد وكوباية 3/4 لكوباية جوز الهند، ودلوقتي بضيف 4 كوبايات دقيق ونص. الوصفة اهي بسيطة، هنحط فانيلا على صفار البيض زي ما شفتوا لما دهناها ودخلناها الفرن. بتعجن، كل ما انا بضيف قاعدة بتقبل الدقيق، شايفين هي ما بين الغريبة او ما بين الكحك والمعمول، الكحك بالدقيق المعمول بالسميد، تحسوا كده انها ما بين الاثنين. وبس هي دي الوصفة وهي دي العجينة. بصوا العجينة بتاعتنا بتبقى عاملة ازاي، بتفرفت يعني متماسكة بس بنفس الوقت بتفرفت. ليه بقى بقول لكم بتفرفت؟ عشان الفرفتة اللي مطلوبة برموش الست لما نيجي ناكلها، نضغط عليها كده وبتدوب. نعلي السرعة، نلمها بس. هاتوا نشوف هنا، هنا محتاجين نزود دقيق لان انا كنت حاطه 4 كوبايات ودايما النص يقولك اخر حاجه، فانا هزود النص كوبايه هنا. انا بقيت حافظه بقى خلاص تقريبا المقادير بالعين، وكده عملت الصبح الـ4 لانه في انواع من الدقيق بتحتاج ما بتحتاجش 4.5. نقلب، ايوه كده ابتدت تديني الشده اللي انا عايزاها. تعالوا نغرف هنا الفراخ لحد ما العجينه تلم. بسم الله، خلوني اخد حاجه نطلع فيها، فكها بس، شايفين الخلل نشيلها قبل التقديم. يلا بسم الله، خلاص نطفي هنا العجينه لمت. حلاوه رموش الست بقى في ايه؟ انكم انتم ممكن تعملوها زي ما انا كنت عامله اول ما ابتدينا الحلقه، يعني تكهربوش قبل الفطار وانتوا بتحاولوا تخلصوا كل الوصفات. خلي الحلويات في بعض الايام تبقى هي خلاص محطوطة على الترابيزة وجاهزة. نحط الصوص من اعشاب من احلى الاكلات، نحط لها شوية روزماري ورشة فلفل اسود. طيب خلصنا يا كنترول 2.5 دقايق، هناخد اخر حاجه طبق الفراخ على السفره، بس خلونا نشكل مع بعض اهو. بالظبط هي دي، بصوا بتتشكل معانا شكل عجينه وبتبقى بنفس الوقت طريه. هنزل كل الخليط، شكلته الصبح دايره كوره، وشكلته برضو زي ما شفتوا البيضاوي. الشكلين دول متعارف عليهم، البيضاوي يمكن اكتر. هنحطها في صينيه من غير ورقه زبده عشان زي ما شفتوا لما بنطلعها من الفرن وهي سخنه بنقوم حاطين لها على طول الشربات، فما ينفعش ورقه زبده. لو عملناها البيضاوي بنعملها كده بايدينا، بصوا رول، بعدين بناخد الاطراف كده وكده وبنحطها في الصينيه. لو عملناها الدايره نعملها كده وبنبططها شويه بايدينا وبنحطها في الصينية، وزي ما شفتوا بعدين بالشوكة وصفار البيض مع الفانيلا إلى الفرن، وبقت جاهزة سفرتنا، بقت جاهزة. هيا بنا آخر طبق ناخده هنا، وعملنا السوبيا بمشروب التمر. بصوا الطبق الشهي ده والصوص لونها يجنن وتقولها مظبوط من الدقيق البسيط اللي حطيناه على الفراخ، وعندنا المكرونة بالبشاميل اللي بالسبانخ
والمشروم الخطيره اللي بجد هتعجب ضيوفكم واولادكم، وهيستفيدوا منها كمان ولادكم، من السبانخ مليانه حديد. يعني البشاميل كل الحاجات مفيده، بس ما فيش فين الخضار في المكرونه البشاميل، فدخلناها بشكل لائق معاها. عندنا عملنا طبق كده سايد من بواقي الصوص وبواقي المكرونه ورموش الست، وتعالوا نقدم مشروب الصوبيا بالتمر. هتقلبوا تقليبه سريعه. ننسى المعلقه دي بالظبط، هو حال الام قبل الفطار، عامله زيي بالظبط. نقلبها تقليبه، وهي بنا شويه تلج ومشروب جوز الهند والتمر، وبتقدم جنبه برضو تمر بالمكسرات. لا تخلو منه صفر رمضان، يا رب صفركم وصفرنا دايما عمره. بس بجد رموش الست حالا قوموا جربوها، وصفه يعني هتفرحوا بالنتيجه فوق ما انتم متخيلين. وصفاتنا كلها موجوده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. استنيكم بكره بسفره جديده من مي شو الساعه 1 الظهر على القاهره والناس.